أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم نتوقف فيها عند ميزانية العام المقبل 2025 والسياسة المالية تبون لتبون بالأحرى إلى أين تمضي بالجزائر الجديدة. إذن وسط كثير من الجعجعة الإعلامية طرحت الحكومة الجزائرية المستقلة والتي كلفها تبون بالاستمرار ميزانية العام المقبل 2025 وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون وأشاد به بالمشروع، وتم رصد أضخم موازنة وميزانية في تاريخ الجزائر بقيمة 16.800 مليار دينار جزائري بالأحرى، أي نحو 128 مليار دولار، رقم كبير ضخم بزيادة نحو 15 مليار دولار عن ميزانية العام الحالي 2024 التي بلغت ما يعادل 113 مليار دولار، والتي وصفت أيضا بالأضخم في تاريخ البلاد وبزيادة كبيرة في العجز في الميزانية. والحكومة التي اعتمدت في هذه الميزانية على سعر مرجعي للنفط قدر ب 60 دولارا للبرميل و 70 دولارا كسعر سوق تقديري خلال العام المقبل، وتوقعت الميزانية معدل نمو ب 4.5% مقابل 4.2% في العام الحالي. وسيشرع البرلمان الجزائري بداية من الأسبوع المقبل في مناقشة هذا المشروع، مشروع الميزانية المالية للعام المقبل 2025. مشروع قانون المالية الجديد في مواجهة وعود كبيرة تستند لأرقام ومعطيات اقتصادية مغلوطة وفق خبراء. أعدت الحكومة المستقلة قانون مالية وصف بالواعد باعتماد ميزانية ضخمة وتخصيصات غير مسبوقة. ميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد ب 16,796.1 مليار دينار جزائري، أي نحو 128 مليار دولار، أي بزيادة نحو 15 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي 2024 التي بلغت ما يعادل 113 مليار دولار، والتي وصفت أيضاً بالأكبر في تاريخ البلاد، وبزيادة مذهلة في العجز في الميزانية قدر بنحو 63 مليار دولار على اعتبار أن مداخيل البلاد المتراجعة ستكون عند 64 مليار دولار. قانون يهدف حسب الحكومة إلى تحسين الوضع المعيشي وتشجيع الاستثمار بزيادة في الإنفاق والأجور. الأرقام التي يتضمنها المشروع مرعبة ومغرية حسب مختصين، لكن لا أحد أكد أنها ستحقق أهدافها. خبراء الاقتصاد يجمعون على أن توقعات وترتيبات قانون المالية وضعت على أسس مغلوطة، وعليه يتوقعون أن الأهداف المرجوة من ترتيبات القانون صعبة التحقيق ويترقبون الأسوأ في قادم الأيام. فالزيادة في الأجور لن تنهض بمستوى معيشة الجزائر لأن الأسعار في ارتفاع مستمر وبوتيرة لا تضاهيها، وهذا ما حدث بالضبط مع الزيادات السابقة في الأجور وما قابلها من التهاب في أسعار السلع. ويتخوف هؤلاء من أن تثقل هذه الإجراءات كاهل الميزانية وتزيد من تباطؤ النمو وارتفاع نسبة التضخم، ذلك أنه باستثناء قطاع المحروقات وعكس ادعاءات السلطة ليس ثمة أي قطاع يعد بتحقيق نمو يذكر. معنا بداية في نقاش من الجزائر دكتور إسلام بن عطية الناشط السياسي. دكتور إسلام بن عطية، مرة أخرى نتحدث عن ميزانية هي الأضخم في تاريخ البلاد. العام الماضي كان نفس الكلام وسط الكثير من الإبراز الجعجعة الإعلامية، هذه المرة بشكل أكبر. طبعا هذه المرة بداية العهدة الثانية لتبون، ومرة أخرى السياسة المالية لتبون وهذا الإنفاق الكبير الأضخم في تاريخ الجزائر. الآن نتحدث عن ميزانية بأرقام مهولة، يعني بالدينار الجزائري
لو ذكرناها فقط تقريبا 16800 مليار دينار جزائري، لو نحسبوها بالسنتيم كم 168 ألف مليار، رقم مهول بالدولار الجزائري بالدينار بالدولار الأمريكي بالأحرى 128 مليار دولار. العام الماضي كانت 113 مليار دولار، زادت ب 15 مليار دولار لهذه السنة. العام الماضي والعام اللي قبله الجزائريون يسمعون عن هذه الأرقام الفلكية ولكن لا يرون انعكاسا على حياتهم، بالعكس يرون مزيد من تراجع القدرة الشرائية ومزيد من الغلاء. مساء الخير أخي جمال ليك والمشاهدين. دعني فقط أولا أقول أن هذه الميزانية هي ميزانية تكشف أن كل ما قيل وكل ما روج خلال العهدة الأولى من الفلاحة 30 مليار، ومن أننا ذهبنا إلى صادرات أخارج المحروقات 13 مليار، وأننا سنصل في نهاية 2026 إلى أم بي بي 400 مليار. دعني أختلف مع التقرير اللي قال أنه هذه فيها أمور مغلوطة. لا، خلينا نمشي ونقول كل ما هو موجود في الميزانية هو صحيح، وكل ما هو موجود في الميزانية من أهداف ستصل له هذه الحكومة. لما نبدأ وندقوا، أولا في رقم تاع 128 مليار دولار، 128 مليار دولار هي ما ستنفقه الحكومة الجزائرية طيلة سنة 2025. لكن السؤال اللي لازمنا نطرحوه، هل الإيرادات تاع الحكومة، يعني الشيء اللي راح تدخله الحكومة عبر الضرائب العادية والغير العادية، هل سيصل 128 مليار؟ الرقم مخيف يا أخي جمال. ما ستجبيه السلطة يعني إيرادات وش راح يدخل الخزينة العمومية؟ 64 مليار دولار فقط، الباقي 62 مليار دولار سيتم تغطيته عبر طباعة مزيد من الأموال وضخها في السوق، يعني مزيد من التضخم. لما نزيد نروح إلى أكثر تدقيق في هذه الميزانية، 26.6% رايحة إلى الأجور، يعني هي ميزانية التسيير، ما رايحاش تغير الكثير، بالعكس عندنا كتلة من الأجور تاع الزيادات حوالي 600 مليار اللي راح تكون زيادات، يعني أصلا هذه راح تروح في إطار رفع الأجور في القطاع العام. هذه 26%، 35% رايحة إلى الدعم الاجتماعي تاع الزيت والسكر والمحروقات وغيرها اللي هي 35% من الميزانية. رانا نتحدث على 65% من الميزانية رايحة فقط إلى الأجور ورايحة إلى أمور اجتماعية. أضف لها 15% اللي رايحة لميزانية الدفاع والرئاسة، ماذا يبقى من ميزانية التجهيز اللي هي اللي تقدر تجهز مشاريع، اللي تقدر تخلق وظائف، اللي تقدر تحقق تنمية في البلد؟ نتحدث على 10 إلى 15% فقط اللي راهي رايحة في ميزانية التجهيز. يعني نقدر نقول أنه كل ما صرحت به السلطة طيلة 5 سنوات أنها تحدثت على صادرات ب 13 مليار دولار، قانون الميزانية هذا يتوقع في 2025 2026 2027 أنه طيلة هذه 3 سنوات لن تتجاوز حجم الصادرات خارج المحروقات 8 مليار دولار. نفس القانون هذا يتوقع تراجع في قدرة الجزائر على الإنتاج والمداخل عن المحروقات رايحة تتراجع بفعل عامل نقص الإنتاج وبفعل عامل الاستهلاك الداخلي اللي راه يزيد. كل هذه مؤشرات مخيفة، كل هذه مؤشرات تضرب في الصفر كل 5 سنوات وكل ما قيل. أين هي مداخيل الفلاحة؟ أين هي مداخيل تاع الصناعة اللي راكم تقولوا راح نوصلوها إلى 15% من البي بي؟ هذا كلام اللي ينقال على أعلى مستوى. أين هي المداخيل تاع الشركات المتوسطة والصغيرة اللي راكم صدعتوا روسنا بالشركات الناشئة؟ لأنه إذا كان صح تكريات شركات، أين هي الضرائب اللي راهي تدفعها؟ أين هي إضافتها في الاقتصاد الوطني؟ اليوم لما نشوف الميزانية ما زلنا نتحدث على إعفاءات شبائية لهذه الشركات من أجل مساعدتها على الأقل باش تنطلق. يعني في نهاية المطاف ما جاء به هذا قانون الميزانية هو صورة سوداوية على أننا سنعيش عهدة أولى مكررة في هذه العهدة الثانية. هذا إذا يعني لم تتوقف الحرب في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط، واللي يعني وفق كل المؤشرات
في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي أننا نروح إلى انخفاض في أسعار المحروقات، ويعني راح نروح هذا حتى 60 دولار راح يصبح عليها علامة استفهام، يعني حتى راح نوليو إلى ميزانية تقشفية. لما نشوف الواردات، الواردات راه يتحدث على 46 مليار دولار، يعني نفس الواردات تاع السنة الفارطة، يعني ما فيش سيارات، ما فيش قطع غيار، ما فيش وفرة تاع الأدوية، ما فيش مواد تجميل ستستورد، كل هذه ستبقى محذوفة وسنبقى في نظام الرخص. يعني راح نبقى ونعيش في هذه المأساة. أضف لها راح نزيدوا نطبعوا 60 مليار دولار، راح نزيدوا 600 مليار دينار في الأجور دون ما يقابله من سلع، لأنه لا الاقتصاد الوطني قدر يرفع من الإنتاج الإنتاج الداخلي ولا قدرنا نفتحوا الاستيراد، وراح نبقى ونعيش في هذه الحلقة المفرغة على الأقل ثلاث سنوات أخرى وفق ما راه يقول قانون المالية. مثل ما أشرت، المخيف هو العجز في الميزانية المعلن بمداخيل البلاد العام الماضي المقبل ستتراجع، العام هذا 67% 67 مليار دولار، العام المقبل ستكون 64 مليار دولار، الميزانية 128 مليار دولار، يعني تحدث كان 64 مليار دولار. يعني نبسطها المواطن الجزائري أنه واحد مدخوله عنده يقول أنه المدخول تاعه 64 مليون في العام، بصح مداير ميزانية الإنفاق 128 مليار دولار. منين يجيب هذا دكتور إسلام الأموال هذه؟ يطبع الأموال، لما تطبع الأموال ما عندها حتى قيمة، يعني تولي ما يعني كاغط فقط يدور، لأنه ما عندهاش مقابلها من العملة الصعبة، ليس كذلك؟ الإشكال لما هي اليوم اللي تتكلم مع من هم في السلطة يقول لك كل دول العالم تطبع الأموال، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة لديها مديونية، يعني هي تصدر سندات وتبيعها. أولا هي تطبع عملة صعبة، هذا الشيء الأول، يعني هذا التضخم تحت تصدره للخارج والسندات تبيعها لدول خارجية. ثانيا الاقتصاد الامريكي عنده قدره على رفع الانتاج، لما يزيد الطلب، لما يكون زياده في الاجور، لما يكون زياده في الانفاق العام، كاين قدره للاقتصاد انه يزيد في الانتاج، كاين قدره على جلب السلع لانه العمله تاعك هي عمله صعبه، يعني قادره تجيب السلع. لكن الوضع في الجزائر لا، الاقتصاد الوطني غير قادر على زياده الانتاج. احنا لما نزيد ونضخ اموال للموظفين وزياده الاجور ومنح البطاله وغيرها راح يزيد الطلب على المواد الأساسية والمواد المستوردة. أنت الاستيراد ما راك قادر تفتحه، لأنه لو تفتحه راح يخلص الاحتياطي الصرف. والاقتصاد الوطني اللي راكم تتغنوا به وحنا ونبنيه اقتصاد قوي وخمس سنوات وانتم تصدعونا في رؤوسنا بأوهام وتجيبوا لنا شركات ورفعنا العراقيل على 100,000 شركة وخلاص ودخلنا وبريكس ومش عارف ايه، ومن بعد في نهاية المطاف نجد بأننا ما زلنا خارج المحروقات، عندنا 7 مليار دولار. والأدهى والأمر انه 7 مليار دولار هذه اللي ما يقولوهاش الجزائريين، 3 مليار دولار هي فوسفات، حوالي مليار دولار ونص حديد، والباقي اسمنت وبعض المواد الفلاحيه اللي رانا نصدروها مثل التمر وغيرها من بعض المواد اللي مشتقه من البترول البتروكيماويات. هذا هو الواقع. يعني باش اليوم هذه الميزانيه، علاه قلت انا نختلف مع التقرير، ناخذ الميزانيه كما راهي، الميزانيه هذه تقول ان واقع الجزائريين. لست متشائما وليس من منطلق أنني أعارض السلطة السياسية القائمة في البلد، ولكن اليوم نحن لا نناقش أمر سياسي، نحن نناقش أرقام تقنية أعدتها سلطة رسمية اللي هي وزارة المالية. هذا موش رأيي ولا رأي جمال ولا رأي المغاربية ولا رأي فلان ولا هذا، نحتكم لهذه الأرقام. لما تصرح به السلطة هي أرقام مخيفة، هي تخيف كل من يعرف أبجدية الاقتصاد، هي تعرف آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني، تؤكد حالة العجز حاليا ومستقبليا. لما تقول لي أنا من ألف منا 2027 الإيرادات الجبائية تاعي ما رايحاش ترتفع على الأقل ب 20-30%، واش معناتها هذا؟ يعني منطقيا أني ما راحش نكري، ما راحش نخلق مؤسسات جديدة، لأن المؤسسات لما تخلق الاقتصادية هي اللي تساهم عبر دفعها للضرائب. ما راحش نخلق وظائف، لأن الوظائف جزء منها راه يروح كضريبة على الدخل. كل هذا يعني أنه الاقتصاد الوطني راح يبقى يعتمد على شيء واحد ووحيد، هو الريع اللي راه يتقدم لنا فيه شركة سوناطراك، اللي راه يقدم لنا فيه باطن الأرض.
أما من هم فوق الأرض والذين يحكمون الجزائر مش قادرين يقدموا مساهمة 10% في الاقتصاد الوطني عبر خلق اقتصاد يساهم على الأقل بمداخل تتجاوز 10 ولا 15% من مداخلنا بالعملة الصعبة، لما زالهم فاشلين فيه بعد 60 سنة على حكم ما زالوا مستمر. أشرت أيضا إلى التخصيصات، كنت أشير إلى الرئاسة، رئاسة زادت التخصيصات لها كذلك العام الماضي، في العام الحالي الميزانية تقريبا أكثر من 600 مليون دولار، الآن أكثر من 800 مليون دولار، أيضا زيادة ميزانية الدفاع إلى من 18 مليار دولار العام الحالي إلى أكثر من 25 مليار دولار، تقريبا 25 مليار دولار و800 مليون، تقريبا 26 مليار دولار. يعني ميزانية الدفاع العام المقبل في الجزائر أكبر من ميزانية تونس بأكملها، البلد بأكملها هذا العام 2024 ما يعادل 25 مليار دولار، رقم مهول دكتور سيف الإسلام بن عطية. يعني بالحسابات ما معناها الجزائر طبعا سيكون إنفاقها العسكري يتجاوز إسبانيا مثلا، يقترب من إسبانيا، يتجاوز البرازيل 22 مليار دولار، مثلا إسرائيل 27 مليار دولار، هولندا 16 مليار دولار، إيران في التي هي في العناوين أقل، يعني 11 مليار دولار ميزانية إيران مثلا للدفاع، بينما يتم تخصيص الآن 25 مليار أو 26 تقريبا مليار دولار، رقم كبير ليس كذلك؟ والله يا جمال الإشكال اليوم أنه لما نخصص 26 مليار دولار ومعظم هذه الأموال أنها راح تكون دين على الجزائريين، هذا هو الشيء اللي مخيف، لأنه في نهاية المطاف الدولة لما تكون كبرى والدولة لما تكون قوية إنفاقها الدفاع يكون قوي. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تقود العالم لديها أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهذا أمر منطقي لما تكون دولة قوية يجب أن تفرض قوتك العسكرية. لكن المصيبة لما يكون اقتصادك غير منتج ويكون اليوم الجزائر بحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات، لأنه اليوم في سلم الأولويات هو يجب أن يكون عندنا إقلاع اقتصادي. الإقلاع الاقتصادي هذا يحتاج ظروف ومناخ اقتصادي، يحتاج إلى جامعة تنتج بحث علمي حقيقي، يحتاج إلى استثمارات كبرى، يحتاج إلى دبلوماسية اقتصادية قوية. يعني باش ننشطوا كل هذا ونعود نوزعوا أولوياتنا نروحوا إلى سياسات دفاعية مكلفة. لماذا؟ لأنه دبلوماسيا فشلنا في احتواء كثير من النزاعات الموجودة على حدودنا. اليوم لما فشلنا دبلوماسيا اللي قالك درنا انتصارات دبلوماسية، اليوم لما فشلنا في مالي وخلينا الفاغنر وخلينا الميليشيات على حدودنا في النيجر والميليشيات على حدودنا في ليبيا، اليوم مع خصومتنا مع المغرب واللي اليوم راهو يستعين بالصهاينة في إطار عملية تسلح، اليوم المشاكل اللي موجودة في تونس وعدم الاستقرار التونسي اللي ساهمت فيه الدولة الجزائرية عبر دعمها لقيس سعيد، لليوم تونس تعيش على صفيح ساخن، كل هذا راح يخليك إنفاق كبير. طيب. ولكن اللي في الإنفاق بالمقارنة مثلا العام الحالي الميزانية 18 مليار دولار نسبة إلى الجي دي بي إلى الناتج الإجمالي تقريبا 8%، الآن ستقفز ب 25 مليار دولار إلى 10%، ستكون الجزائر أكبر بلد ربما لا يمكن أن تقارن بأوكرانيا، أوكرانيا حالة خاصة التي يعني مدخولها نسبة إلى إنفاقها العسكري، يعني لأن عندما تتحدث الولايات المتحدة طبعا الولايات المتحدة تقريبا أكثر من 900 مليار دولار ميزانية ولكن 2.3% مقارنة بالجي دي بي، الصين 1.7%، السعودية 7.1%، فرنسا 2.1% ميزانية فرنسا 61 مليار دولار ولكن نسبة لاقتصادها ويعني 1% من مداخلها بما معناها أو من ثروتها. ولهذا أعود إلى كلامي، قضية ترتيب الأولويات واحد، قضية أنه تكون عندك دبلوماسية قوية تنهي النزاعات وما تخليكش تحتاج إلى الإدمان على التسلح. ثالثا، أين هي الصناعة العسكرية الوطنية؟
ميزانية تركيا أعتقد للدفاع لا تتجاوز 25 مليار دولار، تصنع الدرون، تصنع 40 مليار دولار، ارتفعت إلى 40 مليار، لكن السنوات الفارطة لم تكن تتجاوز 25 مليار، رغم أنه تعداد العسكر في تركيا يتجاوز هو الأكبر في النيتو. يعني لازم تكون عندك صناعة عسكرية راح تقلل من اعتمادك على الاستيراد. احنا للأسف الصناعة العسكرية في الجزائر ليست متطورة. والأمر الآخر اللي هو الجانب الأهم، أنه خليوا الناس تبني اقتصاد، خليوا المدنيين يبنيوا اقتصاد، خليوا السياسيين يطرحوا أفكار للنهوض بالاقتصاد. لما الاقتصاد نتاعي يكبر ومداخيلي يكبر وصادراتي تكبر وانتاج الوطني تاعي يتقوى، معليش ومن بعد إذا كان أنا المداخيل تاعي السنوية 400 و500 مليار دولار، لما 50 ولا 60 مليار دولار للدفاع هي لا شيء، لكن لما انت يا مداخيلك ما تتجاوزش 50 مليار دولار بالعمله الصعبه، وتدير ميزانيه فيها عجز ب 62 مليار دولار، وتروح تعاود تدير الاولويات تاعك اللي هي الدعم راح ياكل 35% والاجور 26% وميزانيه الدفاع 20%، يعني هذه تقول اننا امام ارقام مخيفه لكل جزائري لديه الحد الادنى من منطق الامور. طبعا انضم الينا الان في النقاش سعد كلميش المختص في تقييم المخاطر من مونريال، لكن قبل ان نسمع منك سعد كلميش نسمع من تبون في المقابل هذه الاموال التي يسمع منها الجزائريون، الاموال الضخمه التي يسمع منها، ولكن في الواقع بالعكس غلاء فاحش وتراجع في القدره الشرائيه، بينما تبون يقول انه يتابع يوميا اسعار المواد الغذائيه. ما انا شخصيا تابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه لا كانش فيها ارتفاع لا كانش فيه كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ماهيش في المتناول تاعو، لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة، وحتى لما نشوف باللي فيه نقص في الإنتاج نستورد حينا بور كاسي، فيه مضاربة في بعض الأحيان يخلقوها لنا من العدم. سعد كرميش، هذا تبون يتحدث عن متابعة أسعار المواد الغذائية، أسعار المواد الغذائية الجزائريون يقولون أنها ملتهبة، غلاء، تراجع في القدرة الشرائية، بينما يسمعون أرقام مذهلة. آخر الأرقام ميزانية هذا العام 128 مليار دولار تقريبا، بعجز تقريبا 62 63 64 مليار دولار قد يصل، أرقام مخيفة يقول دكتور سيف الإسلام بن عطي. السلام عليكم، تحية لك الأستاذ جمال، تحية لطاقم المغاربية، تحية لمشاهدي القناة الكرام، تحية لضيفك الكريم. فك الله أسر مساجين الرأي ومساجين السياسة في سجون الطغمة العسكرية. الأستاذ جمال، لازم نروح ونرجعوا لأصل الأشياء. الحراك خرج قول دولة مدنية، هذه الجزائر دولة عسكرية، وهذه الدولة العسكرية لا تنتج شيء، فيها صادرات من المحروقات تجيب لنا شوية عملة صعبة، والحقيقة الأغلبية نتاع الأموال هذه يسطو عليها العسكر، جنرالات العسكر يسطون على هذه الميزانية بالقوة. أنا هذه الميزانية اللي يسميوها ميزانية وزارة الدفاع ويقولوا مؤسسة عسكرية، وهي ما هي لا مؤسسة عسكرية ولا شيء، لأنه لا تنطبق عليها أي معايير تاع مؤسسة سواء اقتصادية أو عسكرية أو إدارية. احنا عندنا جنرالات يسطون على خزينة الدولة بالقوة، ياخذوا هذا ال 25 هذا العام ياخذوا 25 ولا 26 مليار دولار، والتي لو تجي تحسب هي مجموع الجباية النفطية اللي رايحة تروح في الميزانية ياخذوها العسكر. الفرق أنه العسكر ياخذون أموالهم من الدوفيز، يعني لو تشوف واردات الجزائر ب 50 مليار دولار ياخذوا منها الجنرالات أكثر من النص. والكارثة مش فقط نحن نحكي على ميزانية العسكر اللي ياخذوها، حتى ميزانية التحويلات الاجتماعية مثلا الدعم يسطو عليها العسكر، لأن من يستورد الحمص المدعم والدقيق المدعم والزيت المدعم هم هؤلاء العسكر. ثم تأتي حتى إلى الميزانيات الأخرى يسطو عليها العسكر، لأنه حتى
وزارة الأشغال العمومية وكل المشاريع يأخذوها العسكر، وإحنا شفناهم حتى السكنات عادوا يصبغوهم باللون الأخضر نتاع العسكر. إذا نحن هنا ليس أمام مؤسسات دولة، نحن هنا أمام عسكر يحكم، عنده واجهة مدنية يقودها من الخلف إلى الهاوية، نحن متوجهون تماما إلى الهاوية. يعني لو تشوف أنت هذا العام العجز في الميزانية 62 مليار دولار اللي يمثل حوالي 25% من الناتج الخام، اللي هو الناتج الخام هو كذلك رقم مزور تماما، وهذه حكينا عليها من قبل. يعني في معايير الاقتصاد، يعني ابتداء لما توصل نسبة العجز، عجز الميزانية بالنسبة للناتج الخام 10%، يعني يدخل الاقتصاد في الخطر، وإحنا رانا في 25%. يعني لو تشوف حتى الاتحاد الأوروبي يفرض على الدول الأعضاء أن لا يتجاوز العجز بالميزانية 3% من الناتج الخام لكل دولة. إذا تشوف هول الكارثة اللي رايحين لها، وأنا قلتها يعني قلناها من قبل من سنوات، أن إذا تذكر مليح قلنا أنه السنوات المقبلة العجز سيتفاقم. والكارثة لو تشوف يعني بأرقام بسيطة، هذا تبون المزور والذي يزور الأرقام ويزور الحقيقة، لو تشوف للجباية مثلا الفرق بين 2024 و2025، في 2024 كانت المداخيل 67 مليار، وفي 2025 المداخيل 64 مليار. يعني مداخيل البلد الجباية تاع الخزينة نقصت ب 3 مليار دولار. منين جاب هذا تبون نسبة النمو؟ كيفاش؟ ولكن هو نسبة النمو هو من أعطى هذا الرقم، كذلك وصندوق النقد البنك الدولي بالأحرى، وصندوق النقد الدولي كذلك في التوقعات. يعني البنك الدولي يعتمد على الأرقام المزورة اللي يعطيها النظام الجزائري. أنت لما تزور سعر العملة، لأنه قيمتها الحقيقية في السوق الرسمية يحطوها 132 أو 134، وليست هذه هي قيمة الحقيقية، وقيمة العملة يثبتها البنك المركزي، وهذا قرار سيادي ما يدخلش فيه الأفامي. الأفامي يبني على المعطيات اللي اعطيته أنت. أنت لما تطبع 50 مليار دولار ثم تحسبها في الناتج الخام، تحسبها نفقات أجور، احنا شفنا كان يتكلم الأخ على كتلة الأجور. أنت لما تطبع أموال وتدخل في الأجور، وطريقة حساب الناتج الخام في الجزائر يعني يعتمدوا على الإنفاق، تحسبها إنفاق ثم تدخلها في الناتج الخام، تضخم الناتج الخام وهو رقم مزور. ولكن حتى رقم كتلة الأجور رقم مخيف، 43 مليار دولار. الكارثة وين الأستاذ جمال؟ لو تهز العجز بالميزانية 62 مليار دولار، معناه لو في 2025 يتوقفوا عن سداد الأجور تاع الناس، لو كان الخزينة العمومية تتوقف على سداد أجور كل الناس، ماهيش رايحة توازن الميزانية، يعني ماهيش رايحة حتى تسد. يعني طبعوا قيمة الأجور 43 مليار دولار، وزادوا طبعوا منها حوالي 19 مليار دولار أمورات أخرى. الكارثة وين؟ أن لما كنت تحكي يعني لازم كي نقارنوا الأشياء نقارنوها بالأضداد تاعها. أما نحكي إحنا نقارن ميزانية الدفاع تاع الولايات المتحدة والبرازيل كما قلت والجزائر، لا لا لا، لا يوجد وجه للمقارنة تماما. لماذا؟ لأن الجيش الأمريكي حتى وإذا أنفق تريليونات الدولارات ينفقهم داخل التراب الأمريكي، يعني يشري أسلحة على مصانع أمريكية، ومصانع أمريكية تشغل أمريكيين يدفعوا ضرائب للخزينة العمومية تاع أمريكا، ويشري يعني يدعم الجامعات، لأن مراكز البحث في أمريكا مرتبطة بالجيش، معناه جزء من الميزانية تاع الجيش الأمريكي يروح للجامعات، يروح للمؤسسات تاع التكوين المهني. احنا اللي ما عندها حتى قيمة في الجزائر قائمة عليها الصناعات الحربية، ثم أن الصناعات حتى في البرازيل تصنع طائرات حربية. نفس الشيء يعني لما تهز 25 مليار دولار اللي يصرفها الجيش البرازيلي، أغلبية يصرفها داخل، يعني وهذا هو سؤال المقارنة. معقول أن البرازيل أيضا عدد سكان كبير، 150
مليون ساكن، وإسبانيا باقتصادها الكبير إنفاقها 23 مليار دولار فقط. شوف هذه إسبانيا اللي تأخذ 8 ملاير أو 10 ملاير دولار من الغاز ثم تحولها إلى قيمة مضافة مثلا، فقط السياحة تاعها تجيب 150 مليار دولار. يعني أنت واش تبيع محروقات حوالي 6 سنوات هي تأخذ منك جزء من المحروقات تاعك تعاود تدورها وتدخل بها 150 مليار دولار. احنا لماذا لازم نرجع للأساس؟ احنا مشكلتنا في هذا العسكر الذي، ولكن أليس كذلك؟ يعني هل هناك أيضا الذي البعض يقول أنه بالقول هذا الكلام وحاولت أيضا يعني نائب تبون عن تحميل مسؤولية تبون؟ بالعكس يتحدث القائد على القوات المسلحة، هو يقول فاز في انتخابات هذه العهدة الثانية، هو الذي يقرر الميزانية، يقدم على أساس أنه درس الاقتصاد في المدرسة العليا للإدارة، وهو الذي يتخذ القرارات. ربما يرضي المؤسسة العسكرية بميزانية بزيادة الميزانية، ولكن القرار في النهاية القرار تبون. بالمناسبة تم رفع أيضا ميزانية الرئاسة إلى أكثر من 800 مليون دولار بعدما كانت العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار، وأيضا مزيد من إنفاق على الإدارات وليس لتحفيز الاقتصاد. يعني شوف الناس كامل تعرف في الجزائر، يعني تهز طفل صغير يقول لك تبون ما يحكموا له، تبون جابوا العسكر وكل من هذو المسؤولين جابهم العسكر، يتدرج العسكر ينهب ويتدرج من وراهم. وأنا أتعجب لما تنوض الناس وتقول لك عندنا المؤسسة العسكرية وهي العمود الفقري. العمود الفقري للدولة الجزائرية هو العدالة، وهذا العمود الفقري الجنرالات هم اللي كسروه، ما يبقاوش يكذبوا على الناس أنه المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري. احنا عندنا ميليشيا من الجنرالات تتحكم في الاقتصاد كما يحلو لها. لما تهز انت تبون اللي يعني مع بداية الكوفيد لو تذكر عمل القانون انت نشر الأخبار الكاذبة، الناس اللي كانوا ينشروا معلومات عن الكوفيد وسجنوا بها الناس، يعني لو هذه المادة اللي زادوها في القانون تحاسب بها تبون على نشر الأخبار الكاذبة، يعني راح تحكم عليه بحوالي 200 سنة سجن أو 300 سنة سجن. يعني تبون لما السنة كاملة وهو يحكي على الرقبنة مثلا، وروح تشوف ميزانية الرقبنة 2 مليون دولار، يعني وروح تشوف ميزانية حتى هذه تاع اللجنة المستقلة اللي يسميها تاع الانتخابات اللي عملت الكارثة، كانت تاخذ مئات الملايين من الدولارات ومش قادرة حتى تتزور، مش تجيب دي شيفر، وشافت الناس الكارثة تاعها والرئيس تاعها كيفاش كان يحكي. الآن لما تشوف أنت ميزانية الصحة زائد ميزانية التعليم العادي زائد ميزانية التربية، كل هذو ثلاثة يعادلوا ميزانية الجنرالات، كيفاش أنت راح تصنع سلاح؟ يعني كان ضيفك يقول إحنا ما نصنعوا سلاح، منين تصنع سلاح في أمريكا والبرازيل؟ الشركات الخواص هم اللي يصنعوا السلاح، ولكن حتى دول أخرى نماذج، يعني تشير تركيا، يعني تركيا الآن مكتفية من السلاح. إيران نظام المثير للجدل، ميزانية الدفاع لديه 10-11 مليار دولار مثلا وعقوبات وغيرها، ولكن أصبحت تصنع أسلحة طائرات مسيرة مثلا وتفرض نفسها لاعبا في السوق، يعني حتى إلى درجة أن بوتين روسيا أصبحت تستورد من إيران. نعم، إذا كنت تصنع السلاح وتدعم الجامعات تولي عندك مصانع، هذه اللي تصنع الدرونات في تركيا شركة خاصة ماهيش العسكر. وين كاين دولة العسكر هو اللي يصنع سلاح يصنع الخراب؟ طيب. في الدول اللي عندها جيوش قوية كامل الخواص هم اللي يصنعوا السلاح من الكلاش حتى للدبابة. طيب. وحتى للطائرات النفاثة، ويبيعوهم للجيش التاحم، والاقتصاد في النهاية هو الذي يستفيد من هذه الميزانية. إذن أنت ما عندك لا تكوين مهني، ما عندك لا ناس يخرجوا من الجامعة يتحكموا في التكنولوجيا، ما عندك لا قطاع صحي. أنت لما تدخل في حرب كيفاش أنت عندك قطاع صحي منهار؟ في الظروف العادية ماكش قادر تعالج الناس، أنت راح تدخل في حرب. أنت طيب. لما وهذا الموضوع موضوع صحي ربما يحتاج حصة بأكملها طبعا ما يتم تخصيصه
لهذا القطاع ما يحدث مثلا في الجنوب؟ لماذا ليس هناك أموال ومسارعة لمواجهة ما تعرض له سكان تيمواوين وبرج باجي مختار وأزمة الدفتيريا وكذلك الملاريا، بينما أموال كبيرة تخصص وإشادات كبيرة في الإعلام الجزائري نتابع. من ثمن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين، ليأمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، وذلك بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعات بدقة. لا يحدث إلا في الجزائر الجديدة احتفاء غير مسبوق بمشروع قانون المالية 2025 وثناء على تدابيره. على صدر صفحات الجرائد وعناوين النشرات الإخبارية التلفزية والإذاعية لا حديث إلا عن قانون المالية. صحف كتبت بالبنط العريض توقعات إيجابية لسنة 2025، احتياطي الصرف يصل إلى 73 مليار دولار. أهم التدابير الاجتماعية في قانون المالية زيادة الأجور واستمرار استيراد السيارات وإعفاءات ضريبية. الحكومة تحضر لاعتماد أكبر ميزانية هذه السنة التي تعد أعلى ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة. ميزانية ضخمة ستعتمدها الحكومة السنة المقبلة لتحسين الوضع المعيشي للجزائريين وتشجيع الاستثمار. ضخ مبلغ إضافي مقارنة بالعام الماضي يقارب ب 600 مليار دينار، أي 60 ألف مليار سنتيم في كتلة الأجور. ثناء بلا معنى، فالجزائر سبق لها أن ضخت أموالاً في كتلة الأجور كما بلغ احتياطي الصرف ضعف هذا المبلغ، يقول اقتصاديون. كان من عادة وسائل الإعلام إلى أجل قريب تناول قانون المالية بنوع من التحليل وقليل من التهليل. جنح عدد من الإعلاميين والمحللين والخبراء والسياسيين إلى الترحيب بمشروع القانون والثناء عليه ظاهرة غريبة. الأكثر غرابة هذا الإجماع على طريقة تناول مخرجاته والاتفاق على تثمينه، وكأنه استجابة لتوجيهات فوقية. في مقابل هذا الخطاب الانتصاري للجزائر الجديدة يعيش الجزائريون واقعاً صعباً جداً. دكتور بن عطية، لافت الذي يتابع وسائل الإعلام الجزائرية، فعلا هناك الكثير من التهليل ومن الجعجعة الإعلامية لقانون بدون مناقشة، يعني فقط الإشادات بدون ذكر أنه هناك عجز كبير، يتم الإبراز مثلا أنه هناك احتياطي ب 72 مليار دولار بينما عجز ب 63 أو 64 مليار دولار. شوف أخي جمال، للأسف أحد الكوارث التي تم تفعيلها في إطار العهدة الأولى عهدة الجزائر الجديدة هو تكسير كل قلم إعلامي كان يكتب، ليس نقول بمعارضة، ولكن كان على الأقل يكتب بعقلانية ويحلل الأمور بمنطقية. تم تكسير كل هذه الأقلام، وتم إحالة كثير من الصحفيين على التقاعد، وهناك صحفيين موجودون ولكن لا يستطيعون حتى الكتابة. اليوم دخلنا في مرحلة الدعاية وليس الإعلام. اليوم كما قلت هناك تعليمة قال إشادة تجي لغرف التحرير، الناس الكل تكتب على الإشادة، قال فلان عميل، الناس كنت تكتب فلان عميل. هذا هو منطق الدعاية، اللي هو منطق كان في وقت السوفيات وفي وقت السبعينات. لكن للأسف الكوارث التي ستنتج اللي رانا نعيشوها اليوم، اللي هي قانون المالية، لما نقرأ قانون المالية واستشرافه لثلاث سنوات القادمة، هي قراءة سوداوية وكارثية. يعني هذه هي النتيجة، لما تغيب الأصوات التي تنتقد بعقلانية والتي تريد تصويب المسار وتستبدلها بهذه الأصوات التي تطبل لكل شيء وترحب بكل شيء، هاي النتيجة أمامكم. حينما نستبدل الكفاءات بالولاء وبالمطبلين وبغيرهم من 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 عديمين، يعني حتى الشرف العلمي ما عندوش، تلقى بروفيسور في الجامعة يجي يكذب على الجزائريين، بروفيسور في الاقتصاد يجي يكذب على الجزائريين يقول لهم الميزانية مليحة، أستاذ في العلوم السياسية يجي يكذب في الجزائريين، يبحث فقط عن ترقية اجتماعية. النتيجة راهي حل البلاد، حل البلد
والميزانية تاعكم تأكد هذا الشيء أننا ماضون إلى انكماش حتى على مستوى الاقتصاد، على مستوى المداخيل، على مستوى تراجع احتياطي الصرف، على مستوى إنتاجنا خارج المحروقات، على مستوى مداخيلنا للضرائب، كل شيء هذا رايح إلى الانكماش، وهذا الشيء تقول فيه الميزانية تاعكم. وهنا نعاود نختلف مع أخي كرميش اللي لما يحاول أنه لا يحمل المدنيين المسؤولية. أعتقد أن النظام السياسي ليس بهذه البساطة أنه مجموعة من الجنرالات تقود النظام السياسي، لا، النظام السياسي فيه مراكز عديدة لصناعة القرار، المؤسسة العسكرية ما يهمها هو ميزانية، هذه هي 25 مليار دولار واللي هي ميزانية تقدم كرقم واحد ولا يمكن مساءلتها لا في البرلمان ولا من طرف أي جهة كانت ولا تخضع لأي نظام محاسباتي، وهذه علامة انتقاد كثيرا ما قضنا في هذا الأمر. لكن بقية القطاعات ليست المؤسسة العسكرية ولا الجنرالات من يقررون، بل هم هؤلاء المدنيين الفاشلين الذين يأتون على أسس جهوية وعلى أسس تاع الولاء وعلى أسس العصب، اللي هما متواجدين في كل القطاعات من أبسط موظف إلى المدير المركزي. هذا هو النتيجة تاع 60 سنة تاع نظام سياسي نهار الأول تبنى على هذه الأسس الثلاثة اللي هي أسس الجهوية، أسس الرداءة، أسس تعدد مراكز القرار بين المدني والعسكري. اليوم رانا ندفع في ضريبة، أما أننا نخلي مسؤولية عبد المجيد تبون ومسؤولية حكومة عبد المجيد تبون والولات والإعلام بالمناسبة هذه الحكومة المفروض مستقيلة، تبون طلب من العرباوي البقاء، وعلى أساس أن تعيد مهمتها تعيد هذه الميزانية بكل هذه الأرقام المخيفة كما كنت تقول، وسيقول تبون يقول أنه يبحث عن كفاءات لشغل مناصب يعني. والله شوف، بعد ما إذا كان الميزانية هذه اليوم أشرف عليها هو بنفسه راي حطت الخطوط العارضه تاع 2027 و2028، انا عن نفسي لو كان يعيطوا لي يقولوا روح رئيس حكومه ما نجيش، الارقام هذه مخيفه، هذه الارقام كارثيه. لو كان يكون واحد عاقل وكيما راهو يقول هو عنده كفاءه، والله ما يخدم معاهم. وين يخدم مع ناس مدين البلاد الحيط؟ يعني هذا هو المنطق البسيط، هاي الارقام تاعكم تقول بلي راكم مدين البلاد الحيط. يعني كيف نبسطها؟ كيف نبسطها؟ واحد اللي يحترم نفسه ويحترم العلم نتاعو ويحترم الكفاءه نتاعو، والله ما يخدم معاه، مستحيل يخدم تحت اشراف السلطه الحاليه. بعد ما اليوم الخطوط العارضه تاعها تقول البلاد راهي رايحه للحيط في السنوات القادمه. كيف نبسطها دكتور سيف الاسلام؟ كيف نبسطها المواطن الجزائري؟ يعني المواطن الجزائري الغيور الذي يحب بلده فعلا يعني يخيفه هذا المشهد وهذه الأوضاع، وإلى أين تجر هذه السياسة المالية البلاد؟ يعني أرقام مخيفة فعلا، يعني وراهن مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال المقبلة، وبضخ أموال وبإضعاف الدينار وبمزيد من التضخم. وحتى في الأرقام كنت تقول في الأرقام اللافت أنه في هذا المشروع يتحدث أنه الناتج الإجمالي الخام سيصل هذا العام العام المقبل 2025 278 مليار دولار، بينما في 2026 سيصل 300 مليار دولار، في 2027 سيصل 308 مليار دولار بالأحرى، معناه قاعد يزيد بشوية، بينما تبون قال بنهاية 2027 سنبلغ 400 مليار دولار. حتى أرقامهم المعلنة تدين الخطاب ليس كذلك. يا أخي جمال، هذا القراءة المتأنية ضربت كل وش كان يقول عبد المجيد تبون، ضربته في الصفر. كان يتحدث عن الفلاحة قال 30 مليار دولار بي بي تاع الفلاحة ناتج محلي خام، والراهي المساهمة تاع الفلاحة هذه اللي راهي ب 30 مليار دولار في الوعاء الضريبي. إذا كان الوعاء الضريبي من العام اللي فات لهذا العام تراجع ب 3 مليار دولار، تحدث كان انه الصناعه راح تكون هذا العام 12 والعام الجاي حتى 2027 توصل ل 15%. وين راه النسيج الصناعي اللي انت تقول راح الضرائب تزيد تتراجع، والناتج يعني ما كانش شركه جديده اللي راح تدفع الضرائب. وحتى يعني حتى القول بانه ليس هناك ضرائب، بينما الجزائريين يكتشفون بانه ستكون زياده معتبره على قسيمه السياره، يعني ضرائب على السيارات. ما تهمش كثير جمال، هذه مصيبه. لما البلد راهي في وضع مثل هذا، يجب اولا اننا نصارح المواطن، مش اني نزيد نضخ اموال في الدعم الاجتماعي.
عبد المجيد تبون منذ 4 سنوات قال الدعم الاجتماعي راح نلقاو له حل ونوجهوه ويصبح كذا. هل رئيس ما قدرش بعد 5 سنوات يقول انا منتخب وانا شرعي ما قدرش يحل مشكله الدعم الاجتماعي؟ على الاقل نوقفوا هذا النزيف تاع العمله الصعبه اللي راهي تتهرب للحدود، تاع الفساد اللي راهو موجود، تاع اللوبيات اللي اغتنت على ظهر الخزينه العموميه وعلى ظهر الشعب الجزائري. اليوم رانا نتحدثوا على 35% من هذه الميزانيه رايحه للحليب والسكر. للاسف الوقت يضغط علينا والموضوع هذا فيه يعني دو شجون. انا صراحه اقترح عليك دكتور سيف الاسلام وسعد كرميش ان نكمل النقاش، لانه يجب ان النقاش غدا ان شاء الله ونفتح زوايا اخرى يعني وارقام اخرى. ما زال هذا القانون بحاجه الى تدقيق سعد كرميش، ولكن يعني لسه بحاجه ان تكون ضليعه في الاقتصاد. يعني ربما الاقتصاد معقد فعلا، ولكن هذا هو دور ربما المغاربية، وهذا الذي يزعج ربما سعد كرميش كما قلت وقال الكثيرون في استهداف المغاربية وفي استهداف وقف بثها، أنها تكشف الحقائق تنور وبمنطلق الحرص وحبا في البلاد. هذه الأرقام وهذه السياسة المالية مخيفة على مستقبل البلاد، أليس كذلك؟ قبل هذا الأستاذ جبال حبيت نرد على الأستاذ بن عطية، قال لك أنه أنا يعني ما نحملوش العسكر وحده، نحملوا تبون. أولا الناس كامل تعرف اللي يحكم هو العسكر يعني، وبالضبط الجنرالات العسكر. ثانيا أنا هذا مش كلام سعد كرميش، هذا كلام ناس في النظام. نجيب له أمثلة بسيطة جدا. المثال الأول هو تاع سيد أحمد غزالي، هذا اللي كان رئيس وزراء قال انا حسيت كنت نخدم حركي عند النظام، هذه ما قالهاش سعد كرميش. نجيب له تروح تقرا المذكرات تاع عبد السلام بن عيد، وشكون يكون عبد السلام بن عيد؟ يعني ناس انسان مخضرم في السياسه من بكري. يقول في المقدمه يقول انه انا كنت خضره فوق العام. نزيد نجيب له المثال تاع نزار اللي يقول انا اللي سميت له الاستقاله وعيط لي حمروش وقال لي انت اللي لازم تدير كذا. نزيد نجيب له مثال انت طيب. هذا الشرفي يعني اللي راح يحكم الانتخابات هو اللي يعين الرئيس. طيب هذا اعتقد موضوع طبعا فيه ما فيه من نقاش، بقاو 3 دقائق سعد كرميش. نكمل هذه برك الاستاذ جمال. الشرفي قال انا عينني القايد صالح، اذا الانسان اللي عين تبون عينه القايد صالح. إذن لازم يكون نعرفوا نشخصوا المشكلة نتاعنا احنا وين راهي، لأنه الحلول اللي جاية كامل ماهيش قابلة للتطبيق بوجود هذا حكم العسكر. الأستاذ بن عطية كان يقول لك أنا ما نقبلش نكون رئيس حكومة، أنا ثاني ما نقبلش حتى نكون رئيس جمهورية، لأنك لما تحكم مسؤول لو تجيب عباقرة العالم، عباقرة العالم في السياسة وفي الاقتصاد وتحطهم يخدموا يسيروهم الجنرالات من الخلف ماك راح توصل حتى نتيجة. هذه هي الحقيقة، لأنه لما تجيك تحكي على الإعلام ونرجعوا تقول لازم في المغاربية نناقشوا هذا الموضوع ونثريوه، علاش هذا الإثراء ما يكونش في القنوات الإعلامية الداخلية؟ لأنه هذه تابعة للعسكر، لأنه هذه تتحكم فيها المخابرات تاع العسكر، يعني رايحين. لكن الان هناك من يحاجج في المقابل، من اصبح يتصل يقول وكاله الانباء الجزائريه يدير اعلام، ربما كان في السابق في فتره الامانه كان الكولونيل فوزي، الان كان من الرئاسه الاتصال من الرئاسه اكتبوا كذا، هم الذين يستشيرون ماذا يكتبون يعني. ايوا في الرئاسه كاين جنرالات، في الرئاسه كاين جنرالات، واللي ماهوش جنرال وراه جنرال هذا. وحتى الصراع نتاعهم هذو يعني مش انا اللي قلت 35 ولا 40 جنرال في السجن بلا الضباط الصغار بلا، هما اللي تهمينهم بقضايا فساد والتدخل في الانتخابات. هذاك ما يسجنوه لانه كان يعين الند تاع تبون يعينوا رئيس الجنرال وسيني. اذا هما يثبتوا هما الاجراءات تاعهم والمحاكمه تاعهم البعض البعض تثبت انهم هما اللي يعني يحكمون البلد. ثم انت لما غدوه تجي تحب تدير الاقتصاد وفق معايير الاقتصاد، مستحيل الاقتصاد باش دير الاقتصاد مبني على المنافسة. مستحيل تكون منافسة في ظل حكم العسكر، المنافسة تكون بالأفكار وبالإبداع. أنت لما تجيب فكرة العسكري من وراها كلاش، أنت لما ما يعقبولكش الكونتونير تاعك أنت ما عندكش كلاش،
الجنرال الكونتينر تاعو يفوت، كيفاش تقدر تفتح لا كونكيرونس لويال؟ ما كانش كونكيرونس لويال في دوله يحكمها العسكر، لا كونكيرونس بوليتيك ولا كونكيرونس ايكونوميك، مستحيل. لكن حتى دول يعني حتى بالنماذج يعني بالدول يعني ربما قد نخرج شويه عن النقاش، دول حكمهم العسكر بالعكس ساهم في الانتقال ديمقراطي وفي تطوير البلاد. كوريا الجنوبية حكمها حكم ديكتاتوري ولكن كانت فيه صناعة ثم كان فيه مطالب ديمقراطية وتغير البلد. وين كوريا الشمالية؟ وين كوريا الجنوبية مثلا؟ شوف بالضبط، إسبانيا، البرتغال، كوريا الجنوبية، حتى في الأرجنتين اللي مازال تترنح يعني بسبب لأنه هذه الدول اللي يحكمها العسكر تصرى لها كما الجلطة الدماغية، حتى لما يسقط حكم العسكر يعني تضرب سنوات وسنوات وباش ممكن تستفيق، لأنه العسكر حتى الإدارة المدنية هو اللي يكون عينها. نرجع الآن للميزانية. سعد كرميش، ميزانية يقول دكتور سيف الإسلام، والذي صراحة المحب والحارس على مستقبل الجزائر يقول هذه الأرقام نصيحة لله مخيفة وليست في صالح البلاد. هذا الكلام قلناه مرارا وتكرارا، لو كان تذكر العام اللي فات قلت لي ميزانية 114 مليار دولار تاع العام اللي فات قلت لي مهولة، قلت لك العام الجاي ستكون أهول، وبالفعل والعام الجاي ستكون أهول، لأنه لما أنت تدير في الميزانية ترفع الأجور معناها رايح تطبع فلوس، ولما تطبع فلوس تنخفض القدرة الشرائية، وفي ميزانية 2026 لازم تزيد للعمال، تزيد تطبع فلوس معناها الميزانية تزيد ترتفع، وانت حاكم سعر الصرف مثبته بطريقة وهمية، كل شيء رايح مبني على الخطأ. هذا التشخيص رانا واصلين ليه، بصح هل كاين مثلا ميكانيزما باش ندخلوا نقطة الصفر وين نبداو؟ طيب خلينا نعود دكتور سيف الإسلام، يعني دكتور سيف الإسلام، يعني هذه هناك تحذيرات، يعني هل المضي في هذه السياسة في صالح البلاد حتى من منطلق الأمن القومي للبلاد؟ يعني أن تضعف العملة، أن تزيد التضخم، أن تنفق هذه الأموال بدون فائدة، يعني كم من منذ جاءت بن وهو يرفع في ميزانية في الميزانيات عام تلو العام، وبالعكس الوضع الاقتصادي وحتى حياة المواطنين تزداد تراجعا، يعني أليس هناك رشيد يعني ويتم الاتحاد بالعكس هكذا سياسة ومخاطرها على البلاد؟ شوف أخي جمال، النظام السياسي اليوم بقيادة عبد المجيد تبون دخل فيما يسمى بإدمان الدين الداخلي، وهذا الإدمان راه خطير جدا ولا يمكن علاجه إلا بتغيير القيادة السياسية. باش نكون واضحين، مادامت القيادة السياسية اليوم لك لا رشيد لا مبصر لا مستبصر لا أي شيء، كاين قيادة سياسية يجب أن تغادر، ويجب الدخول في إصلاحات ستكون قاسية على الشعب الجزائري. هذا النتاج، ولكن هذه القيادة السياسية من أين تستمد هذه القوة بدون حكم العسكر يعني في الجزائر؟ من صاحب القرار الفعلي؟ شوف أخي جمال، قرار في الجزائر موزع دائما أقول على أطراف مدنية وأطراف عسكرية. من يعتقد أن العسكر يحكم لوحده فهو مخطئ. العسكر يكون عنده مراحل يكون مستقوي، وبعد الجهة مراحل يضعف أمام المدنيين، مثل ما صار مع عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة معينة، ومثل ما راه يجري الآن أمام العهدة الثانية لعبد المجيد تبون اللي يصبح فيها مركز القرار في الرئاسة أقوى منه على مستوى المؤسسة العسكرية، وهذا واقع موجود. ولا أحد اليوم في الجزائر كما قلت أنت يسير الإعلام إلا الرئاسة، وأنا أعي ما أقول، ووكالة الأنباء تخضع خضوعا تاما لرئاسة الجمهورية، والحديث على وجود جنرالات ما كان جنرالات في الرئاسة، ولكن مجلة الجيش كذلك مجلة الجيش تكتب وتوحي بأن الجيش يدعم هذه السياسة التي يقوم بها تبون. مجلة الجيش الشيء الطبيعي اليوم اللي هي راهي تدعم في النظام السياسي، ما عطيت له الضوء الأخضر به يتصرف. اليوم لو تسحب دعمها راح نقول لك نعم راح يكون كاين إشكال كبير، وراح النظام السياسي يعني الواجهة المدنية لن تستمر إلا لبضعة ساعات يعني باش نكونوا واضحين. لكن اليوم
مادام كاين ضوء اخضر، لكن الضوء الاخضر ماهيش تتدخل في الميزانيه، ولا راهي تتدخل في كيف تصرف الاموال، ولا تتدخل في تعيين الحكومات. والدليل ان كثير ممن عينوا في الحكومه الحاليه والحكومات السابقه هي علاقات شخصيه مع الرئاسه ومع محيط الرئاسه، لا علاقة كفاءة ولا علاقة بالعسكر. فلهذا تبوني يتجه إلى تعيين عسكريين في عسكرة المناصب، يعني عسكرة المناصب، لأنه هو بذاته يعتقد بأنه العسكري أفضل من المدني. طيب. شوف هذا منطق موجود عنده، هو يعتقد بأمرين، أنه منهم في الجهاز البيروقراطي ومنهم في الجهاز العسكري هم أفضل الناس في الجزائر لتسيير الدولة، لأنه ليس بسياسي وما عندوش تكوين سياسي وما عندوش تكوين في الاقتصاد. كل هذه الأمور تجعله يعتقد أنه أفضل الناس هم البيروقراطيين والعسكريين. سعد كرميش بحكم اشتغاله في النظام السياسي. النماذج اللي قدمها الأخ كرميش هي كانت في فترة انقلاب عسكري واضح المعالم، وكانت العسكر هو اللي يقود كل شيء. اليوم رأوا النظام السياسي دخل في مراحل أخرى بعد مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، هناك مصادر لصناعة القرار، ولكن هناك هامش كبير للحرية لدى المدنيين. فلهذا يجب أننا نكون مبسطين، المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤولية، ولكن المدنيين أيضا يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية. طيب. ولكن ماذا عن النخبة سعد كرميش؟ وأنت كتبت عن أسادي، وذكر دكتور سيف الإسلام بن عطية، عن البعض يقول شهادات زور، هم يرون بأن هذه الأرقام وهذه السياسة المالية تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، وبالعكس ما يقدم هنا أساتذة بروفيسورات في الاقتصاد، وبالعكس يحاولون تجميل المشهد، ونخب أخرى بعضها بالصمت بعضها بالتواطؤ وإلى غير ذلك. احنا ما ناش أمام نظام سياسي، احنا أمام نظام عسكري مخابراتي، وهذه الناس كامل تعرفها. والأخ كان يقول لك أذكر أمثلة قديمة، أنا أذكرت مثال جديد، يعني لما يقول لك الجنرالات وقت بوتفليقة، في النهاية القايد صالح هو اللي طبق المادة 102 على بوتفليقة من الثكن. في النهاية الانتخابات اللي حطوا فيها تبون، القايد صالح هو الذي استدعى الهيئة الناخبة. لما نحكي لك على رئيس السلطة المستقلة اللي قال أنا عيني القايد صالح، راه مازال موجود الآن في المنصب، مانيش نحكي على حوايج قدم. لما نحكي على وزير العدل اللي كان يقول له القايد صالح، نعطيه في التلفزيون مباشرة يقول له ريح جيسكو بو، هذه جديدة ماهيش قديمة. الآن وجداد عليها أنه كما كنت تقول عادوا حتى المناصب المدنية يعينوا لهم يعني العسكر كي يشرف إشراف مباشر، لأنهم عادوا ما يثقوش في بعض المدنيين. أما المناصب تاع الوزارات في الجزائر هي مناصب بدون صلاحيات، ولذلك العسكر ما يخافش لما يحط له تبون واحد من فاميلته، والله وزير يجيبوا جنرال واحد يحطه من من من, من لأنه هذه مناصب ما عندها حتى قيمة. العسكري يسيطر على الإدارة، والإدارة هي اللي تزور الانتخابات، هي اللي تمد لي شيفر، هي اللي تنفق الميزانية، حتى الميزانية هذه تاع التسيير تنفقها الإدارة، والإدارة تتصرف فيها المخابرات تاع العسكر. إذن العسكر الوزير هذا ما عنده حتى قيمة في الجزائر. ولو تشوف حتى يعني المؤسسات اللي يقولوا المؤسسات الدستورية، كش ما راك تشوف حتى في مؤسسة دستورية تلعب في دورها، ورغم أنه ما عندها حتى دور، وحتى أن ويزوروها يعني باش ما يخرجوش ناس. لما نحكي عن النخب، علاش النخب هذو؟ لأنه النخب هذو اللي يجيو يكذبوا في وسائل الإعلام، وتلقى تيتر تاعو دكتور وبروفيسور ومختص وكذا، هذا علاش؟ لأنه يعرف باللي الدولة هذه راكبة على الكذب، وهو باش كان يقول الأخ يحوس على مناصب اجتماعية، هذوك النخبة على بالهم باللي دولة مع مبنية عن الكذب، وهو لازم يكذب إذا أراد منصب اجتماعي، ولذلك تراهم يكذبون، لأنه من هرم السلطة هي راكبة على الكذب. يعني وهم يعرفون أنه باش تتقرب إلى السلطة وباش تتقرب للأمن والمخابرات لازم تكذب، ولذلك هم يكذبون. فيه ناس شرفاء بطبيعة الحال ما يكذبوش، وهذو الناس اللي يكذبوا
مرات حتى يعطيوا لهم مناصب يستمروا في الكذب لأنهم ديجا أصلا تربوا على الكذب. ولذلك تشوف أنت ناس كانوا خارج العلبة مثلا يحكي عادي، يعني يحكي على الأقل بمنطق الأشياء، بمجرد ما يعطيوا منصب يعني يصبح يزور الكذب على المباشر. وهذه هي اللي رانا فيها احنا، ما دام ما فيش دولة مؤسسات ما الناس تكذب باش تجاري السلطة. ولذلك لما يقول لك الأخ يعني لازم تتبدل، قال لك لازم نبدلوا السلطة السياسية، شكون يبدل السلطة السياسية؟ شكون اللي عنده مفتاح يقدر يخلفها؟ نرجعوا هنا، هل يخليك العسكر تنتخب رئيس؟ معليش هذا تبونا سيدي عقب 5 سنين ما نجحش، هل من حق الشعب الجزائري أنه ينتخب رئيس جديد لأن هذا أخفق؟ وإذا كان مش من حق الشعب الجزائري باش ينتخب رئيس، شكون اللي نحاله هذا الحق؟ الجنرالات هما اللي نحاله طيب. حق انتخاب من يسير البلد. سعد كرميش يعني. سعد كرميش شكرا لك، كنت معنا من مونريال مختص في تقييم المخاطر. شكرا كذلك لدكتور إسلام بن عطية الناشط السياسي كان معنا من الجزائر. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.